تعالوا نشوف أرخص فندق بيطل على البحر والمنتزه في اسكندرية. الفندق اسمه أيفو اسكندرية، ومكانه قريب جدا لفندق الشيراتون، وموجود قدامه على طول بوابة المنتزه، وجنبه على طول هايبر ماركت كبير ومشهور جدا. الفندق فيه نوعين من الغرف، مستوى 3 نجوم. عايز اقول لكم ان مساحة الغرف كبيرة جدا جدا، وكمان كل الغرف مكيفة. نيجي بقى للغرف اللي هي بمستوى 4 نجوم، ودي واحدة منهم. الفندق فيه اوض بفيوهات مختلفة، في منها المطل على البحر ومطل على البسين، وفي منها غير المطل بتبقى ارخص طبعا، وتقدر تستعمل الجيم مجانا. والفندق عامل خصم للمتابعين عندي، وهسيب لكم الرقم في الوصف وفي اول تعليق.